زين، نجي هسه شنو؟ خل نوضح شنو الليد وشنو اللاج. حط ببالك انه هذا الكنترولر، هذا الكنترولر شكله اس على فد رقم اللي احنا هنا بنسميه زي زائد واحد، بالمقام اس على فد رقم اللي هو نسميه بي زائد واحد. اذا كان عندك ليد كومبنسيتر، انت شنو تختار لي؟ البي اكبر من الزي او الزي هي اصغر من البي؟ اذا تختار لي رقم، انت مثلا اجيك اقول لك يا بصمم لي ليد كومبنسيتر، انت راح تختار هنا الزي فد رقم صغير والبي رقم كبير، وتقول لي يابا هذا طبعا على حسب قواعد. بس راح اشرح القواعد شلون راح تختار البي والزي حسب قواعد، بس هناك توضيح عام انه الليد اذا اختارت لي هنا الزي رقم صغير والبي رقم صغير، اذا هذا كان عفوا البي رقم اكبر من الزي، هذا هنا رقم ماشي، وهنا أنا شنو البي، فهذا البي اذا كان اكبر من هذا فايش راح يصير عندك؟ نسمي هذا نسميه ليد، والبودي دياجرام مالته شو راح يصير؟ راح يصير بهالشكل اللي تشوفه، راح يصير بهالشكل، والفيز مالته راح يصير بهالشكل. واضح؟ وانتو دائما اخذوا 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 ارقام يمك، وعندك ماتلاب ارسم دائما اذا حطيت هنا أنا رقم اصغر من هذا الرقم وسويت له بلوت راح يطلع بهالشكل. اذا اخذنا بالعكس، اخذنا البي اصغر من الزي، اخذنا هنا رقم وهنا البي اصغر من هذا، راح وترسمه يصحوا له لاج، هذا راح يصحوا له لاج، راح يصير شكله هالشيء، الماجنتيود بلوت والفيز بلوت راح يصير عندك شنو هالشكل. فواضح هسه شنو الليد وهسه شنو اللاج؟ بس اذا قلت لك صمم لي ليد لازم تحط لي طبعا هذا الشكل مالته، بس حط لي زي اصغر من البي، وراح اعد لك هيك اضافته للنظام، هذا راح يصير اضافته للنظام. واذا قلت لك صمم لي لاج راح تختار لي هذا الشكل اللي هو البي اصغر من زي، واضافته للنظام راح تصير هاي الاضافه للنظام. واضح؟ هاي الاضافه للنظام. طبعا من هنا شنو؟ من هنا تستنتج انه انت احيانا تريد ترفع الماجنتيود في منطقه محدده، مثلا هاي المنطقه تريد ترفع بها الماجنتيود، تيجي تضيف له ليد بهالمنطقه هاي، واضح؟ لان هاي بيرفع الماجنتيود من هنا لهنا، واضح؟ طبعا هاي بالاعتماد على قيمه البي والزي. اذا تريد ترفع الفيز ترفعه في مكان، مثلا بهالمنطقه تريد ترفع بهالمقدار، تجي ترفع هنا وتضيف هذا حسب بعض القواعد الصراحة راويك فيها عشان اختراع كيو زي. اللاج مثلا تريد انت الجين تخفضه مكان من المكانات تخفضه بهالقد، فتجي تضيف اللاج بهالمكان هذا، طبعا اذا تضيف هنا تضيف هنا حسب. اذا تريد تقلل لي الفيز بلوت في منطقه من المناطق، فهذا هنا تستخدم اللاج. زين، ناخذ خطوط عريضه جايد لاينز انه الليد واللاج شو راح يسوون لي؟ الليد واللاج شنو تاثيرهن على البود بلوت مالت النظام؟ نجي هنا هاي المنطقه احنا قلنا كل ما نرفعها افضل، من يرفع لي اياها؟ طبعا الجين، اذا ضفت جين خالي، شلون ضفت هذا؟ على جين ضفت كي رفع لي اياها، شفتوا؟ وبعد منه اللاج، اذا ضفت لاج هماتن يرفع لي اياها. اللاج دي شوفوا هذا اللاج، هاي منها بعد هاي راح تضيف لي هالقد اضافه، هاي قلت راح تنضاف راح تنزل. فاذا عمليه رفع هذا، اذا نظام مثلا ببالك وانت اعتازيت انه ترفع هاي المنطقه، اول ما يجي ببالك شنو تصمم له؟ جين ولاج اذا تريد ترفع هاي المنطقه. لكن اذا اجاك نظام انه معتاز مثلا انه هاي هذا كروس اوفر دني لي هنا، كروس اوفر فريكونسي دني لي هنا، شنو من اللي دني؟ الليد. واضح؟ هاي عملية الليد هي تدني لك هذا. زين، إذا تريد لا والله تدني بالعكس، اللاج يدني لك إياه بالعكس، جيب لاج يدني لك إياه بالعكس، واضح؟ زين، طبعا هاي اللاج هم تنزل لك هي هاي وهاي، لأن احنا نعرف منه. زين، عملية رفع هذا الرفع مالته منو؟ الليد، شوف هذا الليد، من يرفع لك إياه هاي؟ فأنت إذا تجي وتضيف هنا ليد هاي شوية راح ترتفع. إذا لا والله تريد تنزلها اللاج ينزل لك اياها، اللاج ينزل لك اياها. فذني هاي الشارتات لأني كلش مهمة أثناء عملية التصميم. يعني يا حبذا الطالب أنه يعني المتمرس أنه يحفظهم، يعني يصير بباله أنه يعرف قصة اللي راح يشتغل إن شاء الله بمعمل أو سيطرة كهربائية، ذني كلهن راح المفروض يكونن بباله. وإذا خوف موجودة عد بالشيت هو يعرفهن بعد أفضل، يعني واحد يطوحن يخليهن جوايز. زين، هسه خلينا نحكي خلينا ناخذ اللاج.
خلينا ناخذ شنو تاثير اللاج. تاثير اللاج اللي يشوفون هذا اللاج وهذا اللاج هذا ويا اللاج. فتاثيره اللي يشوفون تاثيره انه ده يقلل لي شنو الكروس اوفر فريكونسي هذا يعني سوي ديكريزنج دائما المغنيتيو سوي ديكريزنج الكروس اوفر فريكونسي هذا يا اللاج دليليات زين. والفايز هذا الفايز شنو تاثيره؟ تاثيره ديستابلايزنج افكت يعني شنو يقلل الاستقراريه احنا ليش كل ما نرفع هذا الاعلى راح يزود لي الفايز مارجن كل ما نقلله راح يقلل لي الفايز مارجن هذا زين. القانون العام لما تختار لما تسوي لاج دائما اختار زي ماتش ليس ذان الاوميجا جي واضح ات ليست 1 ديكيد يعني هسه راح نشوف بالمثال اذا كانت عندك مثلا الاوميجا عند 50 ماشي 1 ديكيد اقل من عندها يعني يفضل الزي تاخذها 5 اذا كانت الاوميجا 500 يفضل تاخذ شنو الزي جيد 50 1 ديكيد جواها واضح هذا قانون عام. طبعا يعني هم ابداع الخبره لانه هذا شنو كل المعلومات وداع الخبرة وداع الممارسة تلقاها طبعا هذا الحكي موجود كله كتاب أوغياتي موجود بكتاب بيشوب يعني دورفان بيشوب وأغلب كتب الكوتفوض إذا واحد راجعها ممكن يستفاد منها بس تلقى هذا الكلام شنو كله بداعي أنه الخبرة والممارسة يعني ما هو قانون رياضي يشتق قوة طلعتها بس أنه شنو بما أنه هذا الوود بلوت يصحوا له يعني جرافيك دائما بالرسومات فتاع مثل اللي يقول عينك ميزانك صح له رول اوف ثم احنا احنا بالعامية عندنا شنو عينك ميزانك هناك شيء صح لها يعني صح له رول اوف ثم قاعدة الابهام يقول لك حط ابهامك وشي فجاية من 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 الخبرة جاية من الخبرة انه دائما اختار الزي مجلة ذان شنو الاوميجا جي at least 1 decay زين. بس لو هذا المثال اللي دا شوفوه امامكم نشوف هذا امامكم اللي هو 2500 على اس اس 25 احنا بالبدايه شنو ضفنا له شنو ضفنا له خلينا نقول جين بس احنا لاج رين نصمم له لاج احنا ضفنا له جين بالبدايه وشفنا تاثيره بس خلينا نضيف له جين ولاج بس هنا كان بالبدايه شنو انه الفيز مارجن كان شيء 28 بالبدايه واضح هذا الازرق اللي تشوفه خط الازرق نزلنا على الفيز مارجن 28 بالكروس اوفر فريكوانسي كان 47 تقريبا 47 تشوفوا هنا عندك هاي 10 هاي قد هاي 100 عندك 10 20 30 40 هنا تقريبا 47 واضح هاي بالبدايه زين. احنا جينا سوينا له ضفنا له اول شيء ضفنا له جين قيمته 10 واضح وضفنا له خلينا نقول شنو ضفنا له لاج نشوف اللاج وين اللاج هذا اللاج انه البي اقل من الزي هنا بدي اشوف البي هنا شنو هنا ثلث هنا بوينت اوت لاج واضح فهذا شنو هذا لاج ضفنا له هذا ضفنا له طبعا هسه واحد يقول انت شلون اختاريت الزي اللي هي 3.3 اختاريت البي هالقد طبعا هذا شنو كله بكيفك بس شنو تحط هاي ببالك هنا انا تقريبا خلينا نقول الاوميجا شنو طلعت شنو خلينا نقول 40 ماشي 40 او 47 انت المفروض زي اقل من الاوميجا بديكيد تقريبا هاي القاعده تقول طبعا شنو مو 100% تستخدمها بس شنو اراوند فتستخدمها الزي ايش قد هنا 0.3 ماخذها ماشي واحد على ثلث تلقاها ايش قد 0.33 فتقريبا هي شنو قريب من 0.4 اللي هو خلينا نقول ديكيد 0.47 كذا انت بتقعد بكيفك تقدر تاخذها 0.4 تقدر تاخذها شنو 0.5 والبي دائما اخذها خلينا نقول يعني خلينا نقول اكثر من الجسمه من الزي باعتبارها شنو قلت هذا بعد لا اقصد ذني كلهن حسب اختيار الطالب اختيار المصمم شوفك واحد يختار مقادير راسا تطلع